في يوم من أيام يناير 1968 وداخل مبنى المخابرات العامة المصرية، بيتفتح الباب، يدخل أحد الضباط في إيده ملف مكون من 4 صفحات ومكتوب عليه هام وسري للغاية. مضمون الملف إنه يتم زرع عميل داخل قلب جيش الاحتلال الإسرائيلي. العميل ده شرط إنه يكون يهودي أو من أصول يهودية ويكون سنه من 17 ل 19 سنة. الفكرة ممتازة لكن تنفيذها في منتهى الخطورة. مستحيل تعمل الموضوع ده في التوقيت ده بالذات، وخصوصا اننا عارفين ولاء اليهود الاول والاخير لمين. عشان كده قرروا ينفذوا الخطة، ولكن مع تعديل بسيط. اللي هينفذ الخطة مواطن مصري، احنا بقى اللي هنديله الاسم والهوية وهنعمله تاريخ واصول عائلية يهودية كمان. وصدرت الاوامر لقسم متابعة الجالية اليهودية في مصر بمتابعة كل ملفات اليهود الموجودين في مصر. استمروا على الوضع ده فترة زمنية، رجعوا خلالها 3000 ملف ل3000 يهودي موجودين في مصر. وأثناء الفرز تحصل الصدفة والمفاجأة، تظهر قدامهم صورة لشاب يهودي من أصل مغربي، سنه 17 سنة، ظروفه وظروف أهله مناسبة جدا جدا للعملية. الشاب اسمه موشي زكي رافي، سنه 17 سنة، يهودي من أصل مغربي، أبوه بايع ملابس متجول بحارة اليهود في السكاكين بالقاهرة، أمه ست كفيفة وأخته طفلة صغيرة. مشيه ولأن حال أسرته كان فقير ساب البيت وطفش، أبوه توفى حزنا عليه، وأمه الكفيفة وأخته توفوا حرقا بعد ما لمبة الجاز ولعت في البيت. لما عملوا تحرياتهم عن مشيه تفاجئوا أنه هو كمان توفى في مستشفى طنطا، كان عنده داء السل بالصدر وتوفى بسببه. يعني كده مفيش عيلة خالص. المخابرات استغلت الموضوع، غيرت كل أوراق الدفن والوفاة بتاعته ودفنوه على إنه مواطن مصري مسلم عادي جدا، عشان يفضل اسم مشيه عايش وكأنه ما ماتش. قالك بس هو ده الاسم والشخصية اليهودية اللي هنستغلها في العملية، اسم يهودي، عيلة يهودية، مش هنتعب في أي حاجة. لكن السؤال دلوقتي، مين اللي هنجيبه عشان ينتحل الاسم والصفة والشخصية وينفذ العملية؟ في اللحظة دي اللمبة الحمراء نورت جوه دماغ ضابط المخابرات. بص المدير وقال له الشخص المطلوب عندي يا فندم. وفي اللحظة دي بدأت بطولة وملحمة العميل 1001. عمرو مصطفى طلبة، شاب مصري رياضي وسيم جدا، طالب بكلية الهندسة، كاره لكل ما هو يهودي صهيوني إسرائيلي أيا كان اسمه بسبب احتلالهم لأرض بلده. عمرو من كراهيته لليهود خد بعضه وراح على مبنى المخابرات العامة، طلب إنه يقابل أي مسؤول جوه الجهاز. الأمن لما كانوا بيسألوه أنت عايز تقابل أي مسؤول ليه، كان دايما يرد عليهم ويقول لهم أنا عايز أشتغل معاكم في أي حاجة ضد إسرائيل. كان دايما الأمن يرد عليه ويقول له خلاص يا عمرو، أنت إنسان محترم ووطني ومخلص، اعتبر إن خدماتك وصلت. يعني تقريبا كانوا بيطردوه بالأدب. المدير وقتها قال بس هو ده، اعملوا تحرياتكم عنه ولو طلع تمام يبقى هو ده الشخص المطلوب واللي هينفذ العملية. جابوه وقعدوا معاه، وبعد ما اتعصر العصرة التمام استقروا على انه هو اللي هينفذ العملية. وفي مكان ما داخل الكلية الحربية بدأت التدريبات المكثفة لعمر، وفهموه طبيعة العملية اللي هيقوم بيها وعرفوه انه هيقوم بمهمة في منتهى الخطورة. قالوا له يا عمر هتنسى اهلك، هتنسى أمك وأبوك وأخواتك، هتنسى خطيبتك ودراستك وكليتك، هتنسى كل حاجة ليك في مصر، هتنسى إنك مصري وإنك حتى مسلم، لا هتصلي ولا هتصوم، هتعيش عيشة اليهود وتصلي زيهم وتعمل كل اللي بيعملوه وتشتم وتسب مصر معاهم، وفي يوم من الأيام ممكن كمان تشيل السلاح في وش ولاد بلدك. وعلموه ضبط النفس والثبات الانفعالي لأقصى مدى، وجهزوه لكل حاجة في العملية لحد ما أصبح يهودي زيه زيهم بالظبط. وساعتها جهزوا له أوراقه، جواز سفره باسمه وشخصيته الجديدة. وبعد ما كان عمرو مصطفى طلبة أصبح مشيه زكي رافي. بلغ أهل وقتها إن الجامعة هتسفره بعثة لروسيا بسبب تفوقه الدراسي، لكن الحقيقة إن السفرية ما كانتش لروسيا، السفرية كانت لليونان. وبالفعل سافر عمرو أو مشيه ووصل لليونان، وهناك بدأ انه يدور على شغل لحد ما اتعرف على بحار يهودي. البحار شغله معاه على السفينة اللي بيشتغل عليها. عمرو كان دايما بيتظاهر بحبه لإسرائيل وانه بالفعل نفسه انه يسافر
لأرض الميعاد وجنة الله في الأرض. عشان كده البحار اليهودي نصحه أنه يقدم طلب للهجرة لإسرائيل، وبالفعل عمرو قدم طلب الهجرة وتوافق عليه. وبعد ما توافق على طلب الهجرة حولوه لمعسكر المهاجرين، وهناك علموه اللغة العبرية، لأنه قال لهم أنه يهودي من أصل مغربي وما يعرفش عبري خالص. وجوه المعسكر عمرو تعرف على أكتر من واحد، من ضمن اللي تعرف عليهم كان راجل عجوز. الراجل ده ليه واحد قريبه شغال في القدس، اداله ورقة وقال له أول ما توصل هناك اديها لقريبي ده وهو هيساعدك إنك تشتغل. وبالفعل سافر عمرو للقدس، وهناك بدأ إنه يدور على الراجل العجوز اللي معاه عنوانه. وأول ما وصل له ما كدبش خبر، أخد عمرو وشغله في مستشفى. عمرو جوه المستشفى بدأ يعمل لنفسه علاقات كتير جدا، كان من ضمن العلاقات دي إنه اتعرف على طبيب واشتغل مساعد معاه. سبب معرفته بالطبيب ده إنه عرف إنه بعد فترة قريبة هيتنقل لتل أبيب، وتعمد إنه يتعرف عليه ويصاحبه كمان عشان وقت ما يتنقل ياخد عمرو معاه، وتبقى هي دي الزريعة اللي عمرو يحط بيها رجله جوه تل أبيب. وبعد فترة قريبة الطبيب بالفعل اتنقل لتل أبيب وعمرو راح معاه. لكن المشكلة إن عمرو لما اتنقل هناك حس إن شغله في المستشفى مش نافعه بأي حاجة، كل علاقاته اللي عملها جوه مش عارف يوصل منهم لأي معلومة تفيده أو تفيد بلده. عشان كده قرر إنه يسيب المستشفى ويدور على مكان تاني. وخد بالك إن لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي ما كانش فيه أي تواصل تماما بينه وبين المخابرات المصرية. حقيقي إنهم كانوا مراقبين وعينيهم عليه، لكن مفيش أي حد منهم تواصل معاه. عمرو بعد ما ساب المستشفى راح واشتغل في مكتبة في تل أبيب. المكتبة دي كانت قديمة جدا، ولكن كان فيها بعض الكتب والوثائق اليهودية النادرة جدا. عشان كده كان كبار الشخصيات والناس المعروفين في تل أبيب دايما من زوارها وروادها. ولأنه وسيم جدا، صاحبة المكتبة العجوز وقعت في غرامه وطلبت منه أنه يسكن معاها، وسلمته كل كبيرة وصغيرة في المكتبة، وأصبح هو الآمر الناهي في كل حاجة. لحد ما في يوم وأثناء وجوده في المكتبة دخلت سيدة في منتهى الجمال وطلبت منه أنه يساعدها في حاجة معينة. بعد ما ساعدها سألته عن اسمه وقالت له أنت ما تعرفنيش؟ رد عليها وقال لها لا، قالت له أنا اسمي سوناتا وأنا عضوة في الكنيسة الإسرائيلي. وبدأ يكون في تواصل وعلاقة إعجاب بينهم. اللي كانوا شغالين في المكتبة وبسبب غيرتهم من موشي أو من عمرو بلغوا صاحبة المكتبة بالعلاقة اللي بين عمرو وبين سوناتا. عشان كده صاحبة المكتبة العجوز دبت الغيرة في قلبها وقامت مبلغة عنه الجيش الإسرائيلي، وقالت لهم إن ده هربان من الجيش. اتقبض على عمرو وخلاص هيرحلوه، في اللحظة دي اتدخلت سوناتا، ولأنها طبعا عضوة في الكنيسة الإسرائيلي قدرت بوساطة معينة إنها تخليه في تل أبيب. ومن هنا كانت البداية. سوناتا لما توسطت لعمر شغلته في مكتب اسمه مكتب المراسلات العسكرية. المكتب ده بيستقبل رسائل الجنود والضباط اللي من الجبهة لتل أبيب ومن تل أبيب للجبهة. يعني كده بقى في المكتب ده مطلع على كل الرسائل اللي بتيجي من هنا لهنا. في المكان ده بقى قدر انه يجمع قدر كبير جدا من المعلومات. لكن المشكلة ان لحد اللحظة دي مفيش اي تواصل بينه وبين المخابرات المصرية، وما عندوش اي تعليمات انه يبعت اي معلومة الا بتعليمات منه. لحد اللحظة المناسبة وجات له التعليمات من المخابرات العامة بانه يبدأ يرسل المعلومات بالطريقة المتفق عليها، واستمر الحال على كده لحد سنة 1973. وفي مارس 1973 تفاجأ عمرو بتعليمات من المخابرات المصرية بأنهم بيقولوا له إنه يعمل خناقة كبيرة جدا مع سوناتا، ولما سألهم عن السبب قالوا له يا عمرو هتعرف بعدين، المهم إنك تتخانق معاها خناقة كبيرة بحيث إنها ما تبقاش لا طايقاك ولا عايزة تبص في وشك. عمرو ما كانش قدامه إلا إنه ينفذ التعليمات، ولأنه عارف نقطة ضعف سوناتا وغيرتها الشديدة عليه، عشان كده تعمد إنه يجيب بنت لحد البيت ويخلي سوناتا تشوفهم مع بعض. ساعتها أثار غضبها بشكل غير طبيعي، وهنا بانت النية للمخابرات العامة المصرية، لأن تاني يوم على طول سوناتا كانت استخدمت نفوذها ونقلت عمرو على الجبهة في سيناء، وهو ده المطلوب إثباته، هو ده اللي المخابرات المصرية كانت عايزاه. وأول ما عمرو وصل لسيناء بدأ الشغل التمام، كل كبيرة وصغيرة بتحصل حواليه
ينقلها على المخابرات العامة، معلومات، خرائط، رسومات، تسليح، شفرات، أي حاجة اللي بتيجي في إيده في رجليه يبعتها للمخابرات. في الوقت ده المخابرات المصرية عملت مع عمرو موقف كويس جدا عشان يطمنوه على مستقبله. بلغوه وقالوا له يا عمرو تم تعيينك بالكلية الحربية برتبة ملازم أول تقديرا ليك ولخدماتك وجهودك للوطن. وخد بالك ان المكان اللي كان موجود فيه عمرو كان في سلاح الإشارة بتبت أم مرجم. المكان ده كان حصن جديد جدا وهام جدا بالنسبة لهم، عشان كده كان قرار القيادة المصرية بضرورة وأولوية السيطرة عليه وتدميره مع بداية الحرب. المكان ده كان يعتبر مركز عمليات بالنسبة لهم، كان فيه كل أجهزة الإرسال والاستقبال والإشارات المتحركة، عشان كده كان لازم تبدأ بتدميره، لأن معنى أنك دمرته يبقى أنت كده تقريبا قدرت تسيطر على الحرب ومسكتها في إيديك. واستمرت خدمة عمرو لحد يوم 6 أكتوبر 1973. اليوم ده جت رسالة لعمرو بأنه لازم يسيب مكانه فورا، ولكن البطل عمرو طلبة رفض تنفيذ الأمر تماما. عمرو هو موجود تفاجأ أن في تعليمات جاية لهم بأن الوحدة تتنقل لمكان تاني خالص، وفي نفس الوقت كانت دايما في معلومات وإشارات عمالة تيجي على الأجهزة. المعلومات دي في منتهى الخطورة، وكان شايف أن مصر لازم تعرف عن المعلومات دي أول بأول. وقرر عمرو بمنتهى البطولة والشجاعة أنه يفضل في مكان خدمته لحد الساعة 2 الظهر. بدأت الضربة الجوية الأولى وتلاها ضربات المدفعية، وكان أول أهدافهم هي تبت أم مرجم اللي اتدمرت بالكامل ومعاها البطل الشهيد عمرو طلبة. عايز أقولك أن من بطولته وشجاعته جهاز الإرسال الخاص بيه اللي كانت مصر مسلمهوله كان بيطلعه في وسط الوحدة ويبعته وهو موجود في وسط اليهود، لا خايف على نفسه ولا على حياته ولا على أي حاجة. كان كل همه في الساعات الحرجة الخطيرة دي إن كل معلومة وكل كبيرة وصغيرة توصل لمصر. وبعد ساعات قليلة حاولوا إنهم يتواصلوا معاه، ولكن للأسف مفيش أي ردود ولا أي إشارات تماما. وبعد ضرب الموقع والسيطرة عليه من الجنود المصريين، وفي مساء نفس اليوم تفاجأ الجنود اللي موجودين في المكان بطيارة هليكوبتر بتنزل هناك، ونازل منها شخصية عسكرية هامة جدا ومعاه مجموعة من الضباط، وبيدوروا وسط الجثث على حاجة كأنها ضايعة منهم، لحد ما وجدوا اللي بيدوروا عليه داخل غرفة التحكم اللي كانت اتدمرت بالكامل. انتشلوا الجثة ولفوها بعلم مصر وطلبوا من كل الجنود انهم يقروا الفتحة عليه. الجنود كانوا في غاية الاستغراب، مين الجندي الإسرائيلي اللي لابس الملابس الإسرائيلية واللي بنقرأ عليه الفتحة؟ ما كانوش عارفين إن اللي ملفوف في علم مصر وإن اللي بيتقري عليه الفتحة هو البطل الشهيد عمرو مصطفى طلبة، أو البطل موشي زكي رافي. تم نقل الجثمان للقاهرة وتسليمه لأهله والصلاة عليه ودفنه، وتم منح اسم البطل الشهيد عمرو مصطفى طلبة رتبة رائد بالقوات المسلحة، على الرغم انه ما دخلش الكلية الحربية ولا يوم، ولكن تقديرا لجهوده وبطولاته اللي ما تقلش ابدا عن بطولات اي قائد عسكري بالقوات المسلحة. والحد هنا وخلصت حلقة النهاردة. رحمة الله على البطل الشهيد عمرو طلبة، ورحمة الله على كل ابطالنا الشهداء الابرار اللي سالت دمائهم على ارض الوطن، ولعنة الله على كل خائن لارض مصر باي اسلوب كان من اساليب الخيانة. عاش الشعب المصري العظيم، وعاش الجيش المصري، وتحيا مصر، وإلى اللقاء. السلام عليكم.